التحقيقات الأمريكية تحاصر مجددا مساعي قطر المشبوهة في التأثير على القوة الناعمة في الولايات المتحدة. فوفقا لصحيفة نيويورك تايمز، بدأت وزارة التعليم الأمريكية اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجامعات التي فشلت في الكشف عن التبرعات والعقود المقدمة لها من كيانات وحكومات أجنبية لضمان عدم ارتباطها بالإرهاب. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة طلبت في رسائل إلى تلك الجامعات في يوليو الماضي بسجلات تعود إلى 9 سنوات تحدد معاملاتها المالية مع دول منها قطر والصين. والتحقيقات بشأن التمويل القطري المشبوه للجامعات الأمريكية كانت تجرى بهدوء بينما كان أمير قطر في رحاب البيت الأبيض في يوليو المنصرم. فبالتزامن مع الزيارة، طلبت وزارة التعليم من جامعات من بينها جورج تاون وتكساس A&M الإفصاح عن سنوات من السجلات المالية بعد تعاظم المخاوف من عدم إبلاغ الحكومة الفيدرالية بشكل كامل عن الهبات الأجنبية التي تتلقيانها. ولا أحد يسبق قطر وفق التقارير في تمويل تلك المؤسسات. ففي يونيو الماضي كشفت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية أن مؤسسة قطر الخيرية قدمت العام الماضي 33 مليون دولار إلى جامعة جورج تاون، فيما قدمت بالفترة ذاتها 6,100,000 دولار إلى جامعة تكساس A&M. فيذهب محاموها العام الماضي إلى رفع دعوى قضائية في تكساس سعياً إلى منع جامعتها من إصدار سجلات بشأن التبرعات التي تقدمها الدوحة. وحجتهم في ذلك أن تلك التبرعات تصل إلى مستوى الأسرار التجارية ويمكن أن يؤدي الكشف عنها إلى منح المنافسين ميزة غير عادلة. وما زالت القضية معلقة إلى الآن في المحكمة. بيد أن الاشتباه في مآرب الأموال القطرية ليس جديدا في كل الأحوال لدى الأمريكيين، فبحسب تقارير بالأموال تشتري الدوحة ذمم أكاديميين وإعلاميين في الغرب وتجند أقلامهم لغسيل سمعتها حتى تطمئن إلى أن الأمور تمضي على مقاس أجندتها.